قامت قيادة عمليات سومر وشرطة ذي قار بتنفيذ خطة أمنية كبيرة داخل المحافظة، تم من خلالها المباشرة بفرض القانون وهيبة الدولة بعد تسجيل عدة حوادث أمنية. كاميرا التغيير رافقت القيادات الأمنية في المحافظة خلال عملية انتشار القطاعات العسكرية في تنفيذ واجباتها من خلال إجراء التفتيش والبحث عن المطلوبين والحد من المخالفات. الشيء الإيجابي حقيقة في محافظة ذي قار أصبح تعامل المواطن أكثر من ذي قبل باتجاه الأمن، الكل ترغب بأمن في محافظة ذي قار، الكل تنبذ كل عادات غير ملائمة من قبل الموجودين في محافظة ذي قار، وهذه بادرة نشجعها حقيقة. طبعا هناك دراجات حقيقة يعني عبثية تحاسب من قبل مفارز المرور، وأيضا العجلات المضللة، العجلات غير أصولية، كل ما يخالف القانون هذه السيطرات هي كفيلة بتطبيق القانون على أصحاب هذه المخالفات. مواطنون أبدوا ارتياحهم لإعادة انتشار القوات الأمنية في شوارع المحافظة، فيما طالبوا بتكثيف هذه الإجراءات للحد من انتشار بعض المخالفات والاعتداءات التي تحصل بين الحين والآخر، والعمل على محاربة الشائعات وانتشار الحالات المنبوذة في المجتمع ومحاسبة مرتكبيها ليعيش الجميع في أجواء آمنة. نحن ندعم القوات الأمنية الممارسة هاي اللي هي في شهر رمضان الكريم، ونشوف ممارسة يعني جيدة فرض القانون والقضاء على المخدرات والحركات المشبوهة، ونشكر القوات الأمنية وحتى العوائل هاي من تطلع طبعا تشوف ممارسة للقوات الأمنية ترتاح. شيء كلش حلو انه احنا نشوف القوات الأمنية متواجدة بجميع أنحاء المحافظة، جاي تفرض الأمن والأمان وجاي تقضي على آفة دخلت لنا سابقا للمجتمع انه هي شغلة الحبوب. هاي الشغلة جاي تدمر دهر كامل، انه تبدي من القصر للشباب البالغة. شيء حلو انه نشوف القوات الأمنية جاي تقضي على هذا الشيء، جاي تقدر تسيطر على هي الشغلة. قانون شيء كلش حلو، الشغلة بدون قانون يعني احنا مجتمعنا يضيع صراحة. بعد أن شهدت المحافظة تراجعاً أمنياً بالآونة الأخيرة، شرعت القوات الأمنية بتطبيق خطة فرض القانون داخل مدن الناصرية نتيجة للمطالبات التي قام بها الأهالي. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.